هاي كمان اختي وابن عمي وبنت عمي. This is my sister and my cousins. بتفرجيكم صور إلي كمان وبس. I'll show you. هاي إلي. This is me. هاي إلي كمان بالضيعة. Me in my village. اسمي مع العيلة محمد من محافظة حماة، عمري 23 سنة. كنت بسوريا أدرس، وصلت لسنة أولى جامعة كلية سياحة إرشاد سياحي. كانت حياتي بسوريا يعني بتختلف كثير عن الواقع اللي عايشه هلا هون. كان الرفقة، إن كان الدراسة، إن كانت الطبيعة، إن كان الأمان، إن كان جميع النواحي. وطلعت وجبت أهلي هون عوض الحرب اللي هونيك. أنا بشتغل عن صاحب الأرض، معدل 6 ساعات يوميا وتقريبا براتب يعني 16 أو 17 دولار يومي. اسمي على 9 أشخاص، شوف كل شخص بيطلع له من هون بحلو الدنيا. بحب يظهر وضع بسوريا وبس وارجع على سوريا، هون ما بدي شيء، هون ما متأمل شيء بالمرة. سوريا معقولة إنه هون لا.